السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hey guys, how are you? كيف حالكم الحلوين؟ إن شاء الله تمام. اليوم إن شاء الله معنا الدرس السادس والأخير من الوحدة السادسة عشر. Unit 16, Period 6. في عنا تمرينين تطبيق للدروس اللي أخذناها. بسيط وحلو وإن شاء الله هيك بنطلع بفايدة في النهاية. لكن ما تنسى جهز لحالك، حتعمل لي فيديو صغير تحكي لي هاي الجمل عن نفسك انت بس. اتفقنا؟ يلا نبدأ. Let's get started. خلينا نبدأ. في عنا التمرينين، التمرين الأول بعنوان write والتمرين الثاني write and say. اوكي، write حنكتب، فايش بدنا نكتب؟ في عنا كلمات في الصندوق لازم نتعرف عليها في البداية. Number one London، يلا عيدها معي London، ممتاز. Number two capital، capital. طيب ايش حكينا معنى capital؟ قلنا Jerusalem is the capital of Palestine. capital معناها عاصمة، تمام، العاصمة، ممتاز. اللي بعديها English، English، English اللي هي اللغة، language. ايش يعني لغة بالانجلش؟ language. كمان مرة، ايش يعني لغة؟ language، ممتاز. اللي بعديها Britain، Britain، بريتن اللي هي بريطانيا. يلا عيد معي. اللي بعديها بريتش، بريتش. قلنا اللي عايش في فلسطين اسمه فلسطيني، يعني بنحكي له بيحكي I am Palestinian. لكن اللي عايش في بريطانيا هذا جنسيته بريطاني. وش يعني بريطاني؟ يعني بريتش. ايش اسمها؟ بريتش، بريتش يعني بريطاني. اوكي. The last one big، ايش يعني big؟ كبير. طب very big، كبير جدا. اوكي، نيجي للشخص الموجود عندنا في الصورة. حطت لي صورة جنب اللي هو من وين هو، وهذه الصورة قلنا في عنا عين لندن، وفي عنا اللي هو البرج هذا، تمام، بيج بن، فيها ساعة بيج بن، هذه موجودة في لندن. لذلك بحكي عن دولة بريطانيا وعن مدينة ايش؟ لندن بالتحديد. فلو أنا سألته Where are you from؟ إيش هيحكي لي؟ I am from Britain. I am from Britain. وهي شطبها من عندنا. I am from Britain. كتبنا أول إشي اسم الدولة. بعد هيك بدنا نكتب الجنسية. واحد من بريطانيا الجنسيته إيش هيحكي؟ يلا معك ثلاث ثواني. 3, 2, 1. Excellent. قول I am British. إيش بيحكي؟ I am British. وين British موجودة فوق؟ Excellent. This. نكتبها هنا. اوكي. طب وين بعيش؟ لما قلنا I live in بحدد اسم المدينة. واسم المدينة الموجودة عندي فوق اللي هي مدينة ايش قلنا؟ هي في الصورة مدينة لندن. بده مدينة من بريطانيا، والمدينة الموجودة عندي اللي هي لندن. فايش بحكي؟ I live in London. لندن. ممتاز. اوكي، نمبر 4 I speak. وقلنا كلمة speak ايش معناها؟ يلا فكر. speak يعني يتكلم، يبقى يتكلم بعديها لغة، language. طيب ايش يعني لغة؟ في عنا لغتين، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. طيب هذا عايش في بريطانيا، يبقى ايش بتكلم، لغة عربية ولا إنجليزية؟ ممتاز، والإنجليزية اسمها English. إيش اسمها؟ English. لذلك هو إيش هيحكي؟ I speak English. وين كلمة English؟ هي موجودة عندنا في الكلمة الثالثة. أوكي؟ اكتبها واشطبها حتى ما ترجع لها مرة تانية. Number 5 London is the فراغ of Britain. لندن إيش بتكون لبريطانيا؟ قلنا هي العاصمة. وإيش يعني عاصمة؟ يعني capital. فبتصير الجملة London is the capital of Britain. كمان مرة يلا عيدها معي. London is the capital of Britain. ممتاز. The last one بقولي مدينة لندن، هل قد بدنا نحط صفة؟ إيش بدنا نحط هنا؟ صفة. فإيش حتصير؟ It's a very فراغ city. مدينة لندن هي مدينة كبيرة جدا، فمدينة كبيرة يعني big. فايش بتصير؟ It's a very big city. وهي كلمة ايش؟ big. تمام. It's a very
big city. Big city اللي هي مدينة كبيرة. يبقى في الأول يلا احفظهن عشان هتكتبوا ما لقيت. في الأول اسم الدولة، بعد هيك هنكتب الجنسية، بعد هيك المدينة اللي انت بتعيش فيها، بعد هيك اللغة، والخامسة هنكتب اللي هي العاصمة، وآخر اشي هنكتب صفة هذه المدينة. اتفقنا؟ ممتاز. Excellent. هيك بنكون انتهينا من التمرين الأول. إذا أنت ناقص عليك أي إجابة بدي أتركك مع الإجابات تتأكد منهم، وإن شاء الله يكونوا كلهم عندك صح. تمام؟ يلا شوف الإجابات. وبعد ما انتهينا من التمرين الأول وتأكدنا من إجاباتنا نيجي على التمرين الثاني. في التمرين الثاني مكتوب عندي write and say. write هنكتب، say هنقول هذا الاشي. طبعا هنحكي لانه احنا من فلسطين ولازم نحفظ هاي الشغلة. اتفقنا؟ اوكي. فموجود عندي صورة الفتاة اللي بتعرض لي مدينة جيروسالم، عرفنا من قبة الصخرة the dome of the rock. اوكي. في عنا كلمات موجودة عنا في الاعلى بدنا نحفظها ونطبقها حتى نضعها في الفراغات الموجودة في الجمل أسفل النشاط. أوكي؟ يلا نبدأ؟ يلا عيد معي. Number one. Capital. Capital. أوكي. Number two. Palestinian. يلا هذه لازم نحفظها. عيدها معي. Palestinian. اللي هي فلسطيني. وكابيتال قلنا معناها عاصمة. Palestine. Palestine. Excellent. Arabic. Arabic. ممتاز. Beautiful. Beautiful. Beautiful يعني جميل. إشي حلو كتير أو جميل، وهي مدينة القدس هتكون جميلة هذه الصفة. تمام. Jerusalem. Jerusalem. القدس. ممتاز. أوكي. أول إشي حكينا اسم الدولة. فاسم الدولة I am from Palestine. بعد هيك الجنسية، واحد من فلسطين الجنسيته ايش هيحكي؟ I am Palestinian. Palestinian. ممتاز. بكتب كلمة Palestinian في الفراغ وبشطب. اوكي. Number 3. I live in. بدي اسم مدينة. اسم المدينة الموجود عندي في الاعلى اللي هي مدينة القدس. ايش يعني مدينة القدس؟ Jerusalem. لذلك حنكتب I live in Jerusalem. هاي اخر واحدة. اوكي. اللي بعديها I speak. واحد موجود في فلسطين يبقى بتكلم اللغة ايش؟ العربية. لذلك ايش هنكتب؟ I speak Arabic. لانه يسبيك يتكلم بده اسم لغة، فاللغة الموجودة عندنا اللي هي ايش؟ Arabic. اوكي. next. Jerusalem is the faraq of Palestine. Jerusalem القدس. القدس ايش بتكون لفلسطين؟ ايش حكينا؟ العاصمة. ايش يعني عاصمة؟ capital. capital. okay. Jerusalem is the capital of Palestine. القدس عاصمة فلسطين. number 6. it's a very. بنحكي هنا الصفة. صفة المدينة اللي هي Jerusalem ايش هي؟ it's a very beautiful city. انها مدينة جميلة. it's a very beautiful city. انا بدي اعيد لك الستة عشان انت ان شاء الله راح تعمل لي فيديو بهاي الاشياء، بس حنغير اللي هو انت وين بتعيش والصفة اللي هي الموجودة عندنا لهاي المدينة. اوكي. يلا نبدأ. I am from Palestine. I am Palestinian. I live in Gaza. I speak Arabic. Jerusalem is the capital of Palestine. Gaza is a very, هي small city, but it's very beautiful. يلا مشوا لنا إياه. تمام. It's a very beautiful city. مدينتنا مدينة جميلة ولازم تكون جميلة. تمام. ما تخليش حدا غير في راسك أي إشي. هي جميلة. تمام. اعتبرها جميلة. اللهم صل على سيدنا محمد. هيك نكون تمام. خلصنا من التمرين الثاني. طيب راح أعرض لك الإجابات لكن بعد ما أحكي لك الهومورك اللي هو الواجب. تمرين الثالث write in your copy book. هنكتب هاي الجملة في دفترنا 3 أو 4 مرات حتى ندرب حالنا على مهارة الكتابة ونكتب خط جميل. ما تكتبش وتتسرع، لكن دائما خليك متأني واكتب خط جميل، خط واضح
حتى نتدرب على مهارة الخط وخطنا يتحسن كتير كتير. اتفقنا؟ اوكي. الجملة الموجودة عندي I am from Palestine. I am Palestinian. I speak Arabic. بعد ما تكتبهم وتنسخهم بتحفظ ليهم وبتزيد عليهم اللي هو I live in وإيش هي العاصمة. اتفقنا؟ تعملهم هيك بتصورهم في فيديو أو بتكتبهم عندك على الدفتر بتتدرب عليهم. وما تنسى دايما كن واثق من نفسك وجرب وحاول حتى إن شاء الله نصل لأعلى مراتب النجاح. اتفقنا يا شطور؟ ممتاز. يلا هيك بنكون انتهينا. راح أعرض لك الإجابات ونراكم في الدرس القادم. Goodbye. Thank you.